وثانيا كاين أزمة في مصر، وكاين كما نقولوا اتفاقيات عالمية قال لهم لازم تحترم هذوك الاتفاق العالمي. مرسي قال لهم نعم. نقول لكم علاه مرسي قبل بهذيك لي كونديسيون. الواحد كيكون متعطش للسلطة منذ سنين، ماشي غير هو يعني الايديولوجي تاعو، كيكون متعطش للسلطة تقول له أيا تشد السلطة ما تشيش لهذا ما تشي، يقول لك معليش بورفيك، هو في ظنه المهم يكون رئيس، المهم الإخوان هذوك يدخلوا للمجال. دوك هو في باله هما لهذوك الايديولوجية نجحوا لأول مرة دخلوا للرئاسة، بصح اون فان دي كونت دخلوا افيك دي كونديسيون. هما من جهة يدخلوا راهم رابحين، والعسكر راهو رابح لأن ما توشاش العسكر، ما توشاش كيما نقولوا الباجيت يعني مصاريف الجيش، ما على بالوش واش صاري فيهم. واتفاقيات كام ديفيد واتفاقيات مع إسرائيل مع البلدان الأخرى قالهم يا نعم. تقولوا لي علاه الجي على سميتو كيفاه الإخوان المسلمين كي جازوا عندهم عام بصح ما داروش حاجه في عام، كما قال زاد قنويه، كما قال زيطوط، كما قال حشيشه، عندهم عام سي بو. انا نقول لكم علاه كي يكون واحد يجري مور السلطه هو متقنع باللي يربح، يكون عنده ان بروجي، يكون عنده ان بروجي قبل ما تروح تشد السلطه، قبل ما يطيح هذاك الريجيم يكون عندك ان بروجي، او عندي البروجي تاعي كي يسقط السيستم ولا كي يسقط هذاك النظام الفاسد انا ندخل بالبروجي تاعي نكون واجد. هذوك الاخوان المسلمين جاوا بصدفه ما على بالهمش باللي راهم رايحين يربحوا، لان ديجا ما خرجوش اول مره للمظاهرات، ما خرجوش. دونك كيما قال هذاك الجيريان ليبر راحوا في الموجة، و سي فري. دونك كانوا مو كي شافوا باللي هذاك الموفمون كيما نقولوا كي الفاس يدخل للمجال، دخلوا و شافوا باللي الفون ريكوبيري هذاك لي زيفان، ونجحوا على كيما نقولوا الدخول والتغلغل في هذاك المجال. سي فري نجحوا. دونك نتايا كي سرقت هذيك الثوره اللي كانت لكل الشعب، لكل المجالات، لكل الاطياف، لكل الديانات، يعني كاع الناس خرجت ضد مبارك، نتايا دخل بالايديولوجيا تاعك وما عندكش اوكان بروغرام، لانك نتايا انا قلت لك دخلوا كوم دي جون افيغل، ما عندهم اوكان بروغرام وما عندهمش الثقة باللي يربحوا. دونك كي دخلوا هذاك المجال ما عندهم والو وربحوا. دونك كي ربحوا ils sont pas prêts. هذاك العام بيان سور سي بو، لانك ما عندك اوكان بروجي دو سوسيتي كي تدخل للمجال هذاك، تحصل تكون انت متعطش للسلطة ولا متعطش الحاجة كي تدخل، كيما واحد مسكين يعني جامي شاف حاجة طبعوا لهذاك المجال يخلع لان ما امنش روحه باللي هو في الداخل في الحكم، فهم. دونك ما عندوش اوكي بروجي سوسيتي. البروبليم تاع زيتوت كيقول لك كي طاح الحكم في الجزائر ندخلوا نديروا ان بروغرام. لا يا خويا، لا هذيك لا بوليتيك ما تمشيش، لازم يكون عندك ان بروجي كيما نقولوا واجد في كل المجالات. كي يطيح هذا الناس عندها البديل. انتوما في ليبيا، في تونس، في اي منطقه، في اي منطقه، هادو كي دخلوا بوجه كيما نقولوا بالصدفه، ما دخلوش باسكو هما راضيين واجدين بوليتيكمون ايكونوميكمون يعني افيك ان بروجي دو سوسيتي. لا، هادي جاتهم صدفه دخلوا للمجال وهم سون با بري. عليك نحينا زيطوط، نحينا ديزيت قناويه اللي كانت تهضر قالت لك سي لا روسيت الجيريان سا مارش، سي با لا روسيت الجيريان كسا مارش و سا مارش با.
اوكي لو سيستم هذاك لو كونسيبت تاعو داير هكذاك. في اي بلد الى صارت هكذاك يمشي نفس لان عندك مسلمين مش مسلمين عندك ديز اكستريميست كونتر الجيش ولا روسيا تمشي سي لا ميم ولا سي با لا ميم. على انتم بغيتو تمشيوها سي لا ميم وتدخلوا هذاك المشكله اللي صار في الجزائر اي ليك واش ديروا انتم الان ما بعد مرسي راكم ديروا تحرير ما بعد مرسي باش علاه باش يصرى لو ميم كا اللي صرا في الجزائر تقولوا شوف القمعة تاع الجيش على الاسلاميين شوف واش لو ريزولتا تاعو. هاي اللي قلتو ما الان زيطوط ديزاد قناوية او علي بالحاج علي بالحاج كي دار لا مارش هذيك اي بورتون في الجامع قال لهم لا لا الا ما تحكمش في روحك ما تحكمش في روحك ما تروحش سميتو لهذيك الاحتجاجات بورتون نعاودوها نعاودوها جيبوا ماما هنا في امريكا الى واحد نحاولوا للدروه هذاك سيفيك ما يقدرش يديرو والله غالب هاي ليك واش ماما هنا في امريكا الى ناخذوا ينحيو لك بطاقه التعريف نتاعك ينحيو لك لا ناسيوناليتي تاعك ينحيو لك لي دروه سيفيك تاعك ما تقدرش ديرهم. هذه في بلد الديمقراطية ونقول في الجزائر بلد ديكتاتورية قال له ما ديرش ما ديرش صح خلاه راح للمباصد هذيك تاع مصر. المهم كي تكون سلمية وما يكونش لي ديباسمون معليش والله نورمال دير جوري نوي كي تكون سلمية تروح للمباصد يحتاج بصح هو كاين حاجة مور هذيك المظاهرات والاحتجاجات الواحد كي يخمم في الجزائر لكو هذاك تاع الارمي شفتوا واش صرا ابارين اوكي صارت القتل صار المشاكل من المسلمين منا منا دونك كي داروا هذوك المظاهرات باش يديروا ان رولاسيون مع الكو هذاك تاع الجيري خرج الجيريا غوف محمد موح اسلام كاع خرجوا كاع للتيران الان عندنا باش يديروا اون رولاسيون مع الكل اللي صرا في الجزائر اي بورتون سي لا با سي با لا ميم شوز. كي تروحوا تشوفوا المعنى الحقيقي بور ان كو ديتا هذا تاع مصر عنده الوقت عنده الوقت هذاك عنده 3 موا ما دار والو عنده 7 ايام ما دار والو عنده 48 تويتر ما دار والو قال لهم الشرعيه الشرعيه نقعد دونك هذاك استفز الشعب المصري دونك استفز الشعب المصري لو لارمي قالت لك لارمي قالت لهم الشعب قال نو حنا نديرو بالشعب ميم سي سيتي كو ميليتير دونك لازم تخمو بلي هادوك الناس عندهم دي رولاسيون مع الشعب افيك دي سيرفيس سبيسيو يعني هما عندهم ان كونتاكت خير من المسلمين هادوك على هذا شافوا بلي يكون مشكله ما مسي يكونوا قتلى ابري لازم الناس ما لازمش تسمع لهذوك الناس لانها تخرج للطريق باش تقاتل مي الجيش يقولوا لي واحد كيفاه الجيش دار ليتفادى مشكله الجزائر اولا واش دار الجيش كما الحوت تنحيه من الماء تنحيه له الماء يموت دونك واش دارلو هادوك اولا وقبل كل شيء غلق كل قناه تحريض هادوك تحريض غلقهم في مصر تكون كريتيا ولا مسلم ولا نيمبورت كيل يعني ديانه غلقوا كاع هادوك لي شعب اوكي غلقهم كاع دونك ديجا سي تاناكي هذاك لان علاه انت بالقناه اللي تحارب الناس غلقوهم كاع اولهم الجزيره غلق الجزيره في زوج الجزائريه مصر والجزائريه انترناسيونال غلقوهم في زوج دونك هذاك ستانكو على بالهم الجيش في سو انتيليجون ميم سي يخدموا مع لي زيتازوني مع
مع المسلمين، مع افيك كل نيمبورت كل كاتيجوري، بصح فاقوا باللي المسلمين هذوك الاسلاميين هذوك نحيت له القناة تاعو ما يقدر يدير والو، هذيك اولا. وثانيا الجيش واش دار؟ واش دار؟ قال لهم من الاخوان دخلوا للمجال السياسي، بصح واش نحالهم؟ نحالهم لي تات، لي جون اللي يحرضوا باش يروحوا للفوت ولا نيمبورت كيل اكتيفيتي بوليتيك، هذوك نحاولهم لي طرواسون ديريجون هذوك تاع الاخوان نحاولهم في التيران. دوك الواحد كي تنحيلو الليدر تاعو ما يقدر يدير والو، لان ما يعرفش، ما عندوش كيما نقولو سي با. هذاك البروبليم تاع الاسلامويين ما يشوفوش لا ماس انتيليكتويال، يشوفوا برك واحد يعرف يهضر ايتو هو اي بوسيوه يولي ليدر باش يدير الايديولوجي. او المشكل نحاول لي ليدر هذوك بقى. دونك الناس اللي بقات الان تحارب شكون؟ لا ماجوريتي لا ما حارضوا الناس خاطيهم، ماشي مصريين ميم با، او في اليوتيوب ما يحارضوا هذيك الناس اللي ولات حاتم، خلات الجزائر، خلات سوريا، ولات الان مصر، لان الكو تاع مصر ان با ايتي كيما نقولوا ان سوكسي. دونك واش يديروا باش يزيدوا يحارضوا باش يولي هذاك الكو ديتا كيما لالجيري؟ هاك واش يبوسيو الان؟ لان الكو كيما نقولوا الا ايتي ماتنو سي 50% بور فير 100% ليهم. لازم الناس تخرج افيك دي زارم، هاي واش يحارضوا الان؟ ونورمالمون المصريين اللي راهم يسمعوا ولا اللي راهم يفهموا اللونغاج ما لازمش يخرج، في قاف، لان كاين كل شيء سي لا بوليتيك انترناسيونال. هما ما يفهموش، الله غالب يخرجوا باش يولي مرسي. هو مرسي خلصت الايام تاعو، هو اللي قتل روحه، هو الا في ابيل افيك يعني هما الناس سون بات، يعني الناس اللي تخمم في لا سوبرفيسي. اول شيء دار الجيش راح غلق هذوك لي فرونتير تاع رفح تاع الغزة. اوكي علاه هذاك؟ لان مرسي الى كونتاكتي حماس باش تدخل تعاونه. دونك هذاك سي طري طري كراف. على هذا الجيش عطاه له 48 اوليو يخمم يقدم برنامج بور لا بوبيلاسيون، الى في دي كونتاكت انترناسيونو باش يعاونو، زاد قتل روحو. ايليك دونك الناس اللي راهي الان في اليوتيوب باش مازال راهي تهضر على الربيع العربي، نقول لكم والو، لان شفت لي ريبونس تاع الاخرين ليكم، سا سوفي نورمالمون. سبوكم هضروا، انا ما نسب ما والك، انا حنا نقعدوا من اللور، نقعدوا من اللور، لان على بالنا واش صاري قبل ما تبدا هذيك المشاكل، قبل ما تبدا للان. ومازال كاين اشياء ما تعرفوهاش، راكم تطرشوا، لان تشوفوا الحدث تقراوا لي جورنو بعد تهضر، ما تشوفوش على عامين ولا 3 سنين واش صار في الدنيا، ما تشوفوش. اوكي، لان الكو هذا الفادوني بلوس دو فورس بور لارمي سيريان، ومام طون الفا افيبلير هذوك الناس اللي راحت من مصر، الاخوان اللي راحوا من مصر لازم يوليو لسوريا، لازم يوليو عايلي. دونك الى ولاو من هذيك سوريا، الى ولاو هذوك الاخوان، شوف اسقوهم في مصر الان، اسحقوهم، بصح الى نحاو هذوك تاع سوريا ايزون بيردو دو باتاي، لا باتاي تاع مصر ولا باتاي هذيك تاع اللي راحوا، لان لا الى هذوك المصريين روتيراو ياخذوا معاهم هذوك الصوماليين ولا هذوك السودانيين ولا هذوك الليبيين، يجبدوهم معاهم باش يجيو يحاربوا في مصر. دونك هذيك تاع هذيك تاع سوريا اديو اديو. دونك ايزون بيردو لي دو باتاي، علاه؟ لانهم التخمام تاعهم كيما نديرو كيما نقولو
أما يخمو على سوريا 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 نساو باللي البيت تاعهم ما يتحرك.